مرحبا بكم اعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الانجليزية للصف الثالث متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الاول الدرس التاسع او الدرس المخصص للمراجعة هذا الدرس مجرد راح نراجع به المواضيع السابقة يعني المواضيع اللي اخذناها خلال هذا اليونت بالاضافة الى ذلك بعض بعض التمارين بها مهمة يحتوي على بعض التمارين المهمه حاولوا تسجلوهم بالدفتر تحفظوهم لانهم من بالامتحان التحريري. قبل ما نبدا بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناه في اليوتيوب بيج الفيسبوك الأستاذ طه حسين مدرس اللغه الانجليزيه لمتابعه جميع حلقات دوره الثالث متوسط. نبدا بالدرس يونت 1 راوند اب. اليونت الاول الدرس المخصص للمراجعه. In this unit في هذه الوحده you have practiced لقد تدربت على احنا تعودنا بالمراحل السابقه ان الدرس التاسع من كل يونت يقول لي ترى انت بهذا اليونت اخذت فلان موضوع وفلان موضوع وفلان موضوع فهو ايش دا يقول لي اول موضوع اخذته اللي هو موضوع ديسكرايبنج بليسز وصف الاماكن اللي اخذنا به قاعده الديرز والذيرار وقلنا الديرز يجي وراها اما اي او اي ان والذيرار يجي وراها احد المحددات شرحناها بشكل مفصل بموضوع وصف الاماكن وكذلك اخذنا موضوع Describing continuous state وصف الحالة المستمرة يعني المضارع المستمر والماضي المستمر وقلنا ان المضارع المستمر عبارة عن فاعل زائد اما از او ار او ام زائد فعل يحمل اي جي اما الماضي المستمر فهو عبارة عن فاعل was were وفعل يحمل اي ان جي شرحناه بشكل مفصل كذلك بالدرس الثاني اما الموضوع الثالث اللي اخذناه telling the time الاخبار عن الوقت اخذنا طريقتين للاخبار عن الوقت واخذنا الملاحظات المتعلقه به شلون يجينا بالامتحان شلون نقدر نجاوب عنه اخذنا الادجكتيفز الصفات أه ترتيب الصفات لما أنا ينطيني اكثر من صفه لشيء معين شلون اقدر ارتب هذه الصفات وكذلك describing بيبل وصف الناس أه قلت لكم اكو طريقه وصف مؤدب واكو طريقه وصف عاديه شرحناها بشكل مفصل بالمواضيع السابقه compound nouns الاسماء المركبه مثلا اخذنا تمرين متعلق بها اللي هي الليتر انفورميشن ديسك سان روف ويند بروف الى اخره كذلك اخذنا موضوع give reasons giving reasons اعطاء الاسباب وقلنا نستخدم ال so you can او so you can't so you will او so you won't او to help you كذلك عرفنا شلون نربط بين جملتين باستخدام هذه الادوات اللي هن مستخدمه لاعطاء الاسباب وكذلك اخذنا انشطه صفيه اخرى هذا ما يخص النشاط الاول لحد الان ما عندي في شيء مهم ممكن يجيني بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي مجرد يريد دي يراجع لي المواضيع السابقه اللي أخذناها خلال هذه اليونت الان ننتقل لكتاب النشاط بعض التمارين المتعلقه بكتاب النشاط بهذا الدرس مهمه وبعضها كنشاط صفي يعني مثلا تمرين رقم واحد يقول لي listen to the two conversations استمع للمحادثتان عندي محادثه اولى ومحادثه ثانيه يقول لي then write notes in the table to describe the two people ثم اكتب معلوماتك بهذا الجدولين أنا مود توصف هؤلاء الناس. هنا يقول؟ يقول اكو محادثة تتحدث عن سايمون ومحادثة تتحدث عن رايتشل. فمحادثه بين ولد اول وولد ثاني الولد الاول شي يقول يقول له هاف يو سين سايمون هل رايت سايمون قال له هو he من هذا سايمون هي از ذا نيو بوي انه الولد الجديد قال له What does he لوك لايك like? كيف يبدو انتبه لهنا راح يبدي يوصف له سايمون هذا الوصف مع سايمون يقول لك حول لي اياه هذا جدول فهنا تكتب سايمون وتكتب شعره شلون راح يكون عيونه شلون راح تكون طوله ملابسه واشياء اخرى وانه برايتشل شعره عيونه الى اخره انت انتبه للوصف شلون راح يكون بهذه المحادثه well he is tall with green eyes حسنا هو طويل بعيون خضراء اه green eyes عيون خضراء that's unusual هذا الشيء غير معتاد يعني ما متعودين نشوف عيون خضراء هنا yes and he has curly brown hair. ولديه شعر بني مجعد. Is that him over there? He is tall. قال له هل هو ذلك الولد الذي هناك؟ إنه طويل. قال له oh no. كلا. he's got straight hair. هذا شعره سره. No, look, there he is. قال له لا انظر. إنه هناك. He is wearing blue trousers. إنه يرتدي بنطال أزرق and red shirt وقميص أحمر. But that's Pete. قال لكن ذلك بيت. قال no he is not tall. Look the one carrying a bag. قال لا هذا مو طويل. إنه يحمل حقيبة. He is wearing white shoes. إنه يرتدي حذاء أبيض. Well I mean white trainers. أو خلينا نسميها حذاء رياضي أبيض. قال سايمون over here. يا سايمون هنا تعال إلى هنا. هسا نجي أول واحد اللي راح نوصفه من هو؟ نوصف سايمون. شعره شلون يكون؟ قلنا شعره كيرلي وبراون، بني مجعد عيونه عيونه خضر جرين هايت ارتفاعه او الطول مالته تول طويل ملابسه قلنا يرتدي بلو تراوزرز هذه هنا أنا مذكوره بلو تراوزرز بنطال ازرق ريد شيرت قميص احمر اكتب هندني بلو تراوزرز ريد شيرت والاخيره وايت شوز حذاء ابيض اشياء اخرى يمتلكها اللي هي كارين bag يحمل حقيبه على ما يخص المحادثه الاولى المحادثه الثانيه كذلك البنيه الاولى تسال هاي سارة Have you seen Rachel؟ مرحبا يا سارة هل رأيتي رايتشل؟ قلها رايتشل Who's that؟ من هي هاي رايتشل؟ She is new in the school إنها جديدة في مدرستنا Don't you know her؟ ألا تعلميها؟ لا تعرفيها؟ I'm not sure أنا لست متأكدة What does she look like؟ كيف تبدو؟ إنها راح تبدي توصفها Well she is quite short بعض الشيء قصيرة Yes that could be anyone I know. قلت له نعم انا اذا قلت لي قصيره قبل راح اعرفها. قلت لها I know. Look she's got straight hair. لديها شعر سرح straight black hair. شعر اسود سرح and brown eyes وعيون بنيه. Is that Rachel over there? هل هل, هل تقصدين Rachel اللي هناك she's short with straight black hair انها قصيره بشعر اسود قصير سرح. Is Rachel hair long or short? هل شعر Rachel قصير ام طويل؟ قلت لها she's got long hair شعرها طويل oh I know the morning she was wearing a long green skirt قلت لها آه يمكن تذكرتها كانت ترتدي تنورة خضراء and white blouse وبلوزة بيضاء قلت لها well you've got a good memory حسنا لديك ذاكرة جيدة what about socks ماذا عن الجواري and shoes والأحذية yes I do remember قلت لها نعم أتذكر she had black shoes كان لديها حذاء أسود and وايت سوكس وجوارب بيضاء Oh I know you, who you mean قلت له نعم عرفت من تقصدين and she is carrying CD player وتحمل مشغلة قراص Yes that's Rachel قلت له نعم هي هاي Rachel اللي أقصدها هسه الثانية من راح نوصفها البنية اسمها Rachel شنو شعرها long طويل و straight سرح و أسود زين عيونها قلنا ان عيونها براون بنية هايت ارتفاعها او طولها هنا هي شورت آه ملابسها لونج جرين سكرت تنوره خضراء طويله بعد وايت بلوز بلوز ابيض بلاك آه شوز حذاء اسود وجواريب بيضاء فاقول وايت سوكس جواريب بيضاء شغلات ثانيه تحملها مثلا قلنا تحمل سي دي بلاير كارينج تابلت اقدر اقول كارينج تابلت او كارينج سي دي بلاير هذا ما يخص تمرين رقم واحد استمع للمحادثه الطلاب يستمعون لهذه المحادثات اللي بداخل الصف اما الاستاذ يشغل مقطع الصوتي بداخل الصف او يقراها هو ومن ثم يطلب من الطلاب ان يملون هذا الجدول حسب المواصفات مال هؤلاء الشخصيتين اللي هم سايمون ورايتشل مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي تمرين رقم اثنين رايت ذا اوبزيت اوف ذا ووردز انتبه هنا طلاب هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري شو يقول لي يقول لي اكتب معاكسات إحنا متفقين سابقاً أن لما نقول لي معاكسات مرادفات معناها هذا السؤال إملاء مهم جداً بالإمتحان التحريري. Dangerous معناها خطير، شنو عكس خطير؟ سيف شنو معنى safe؟ آمن. Awful معناها فظيع، عكسها Nice معناها لطيف. Expensive غالي، عكسها Cheap معناها رخيص. Happy سعيد، عكسها Sad معناها حزين. Old كبير بالسن أو قديم فأما عكسها نيو جديد أو عكسها يونغ يونغ معناها شاب uncomfortable يعني استاذ بالامتحان اذا جاب لي شلون شكتب اكتب؟ كيفك تكتب نيو او تكتب يونغ؟ ثلاثه صحيحات. uncomfortable uncomfortable غير مريح، مجرد اشيل الان فتصير comfortable comfortable معناها مريح uncomfortable معناها غير مريح. هذني كلمات للحفظ املاء ومعنى، ليش استاذ؟ لأن من الممكن نجيب ليها بسؤال إملاء مثلا يقول لي awful فاصلة نايس nice. قال لي زين old فاصلة شنو awful عكسها نايس nice. يعني رقم معاكسة فالold شنو عكسها فأنت لازم تكتب العكس مال الكلمة هذا التمرين أعيد وأكرر تمرين مهم جدا بامتحان الشهر الأول وامتحان نصف السنة وكذلك الامتحان الوزاري ننتقل إلى تمرين رقم ثلاثة يقول لي you write the words that match the definitions اكتب الكلمات التي تطابق التعاريف. طلاب الدرس السابق ايش قلنا؟ قلنا انه انشاء الوحده الاولى هو اهم تمرين باليونت الاول. وهذا ثاني اهم تمرين باليونت الاول، تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، وامتحان نصف السنه، وامتحان اخير السنه. راح تلاحظون انه كل يونت بتمرين يسميه ديفينيشنز، تمرين التعاريف. يعطيك تعريف كامل ويقول لك انطيني الكلمة المناسبة لهذا له التعريف احنا هاي الصيغة تعودنا عليها بالثاني متوسط او اخذنا مبدئيا اخذنا فكرة عنها بالثاني متوسط لكن بالثالث متوسط كل يركز عليها ويجيب لي بالامتحان التحريري فرع كامل عنها على عشر درجات هنا شو يقول لي يقول لي makes cars boats and شيء يجعل السيارات والقوارب والطائرات تتحرك شنو اللي يخلي السيارة تتحرك المحرك شنو اللي يخلي الطياره تتحرك المحرك شنو اللي يخلي القارب يتحرك المحرك اذا شنو هو الكلمه المناسبه لهذه الجمله كلمه انجن انجن معناها محرك اللي بعدها words and pictures to help you sell things كلمات وصور تساعدك على بيع الاشياء انا من اخلي صوره شيء وجواها فتكلمات كلمات معينه عن هذا الشيء على مود ابيعه هذا الشيء يعتبر شو نسميه نسميه adverts adverts معناها اعلانات الاعلان هو عباره عن صوره وكلمات متعلقه بهذه الصوره a person who helps others شخص يساعد الاخرين الشخص اللي يساعد الاخرين شو نسميه نسميه helpful شنو معنى helpful محب للمساعده you can monitor your health with this device يمكنك ان تراقب صحتك بهذه الاداه شنو الشيء اللي نراقب صحتنا به؟ خلناها بالدرس السابق السمارت واتش شنو معنى سمارت واتش الساعه اليدويه الذكيه الساعه الذكيه شلون نراقب صحتنا بها قلنا بها قياس دقات القلب بها مراقبة الكالوريز الى اخره 3 or more people waiting in a line ثلاث او اكثر من الاشخاص ينتظرون في خط ثلاثه واقفين على خط هذا الخط شو نسميه سمي طابور او سرّ شنو اسمه بالانجليزي اخذناه بالدرس الاول كيو كيو معناها طابور هذا ما يخص تمرين رقم ثلاثة تمرين أعيد وأكرر مهم جدا 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 بالامتحان التحريري تقريبا ثاني أهم تمرين باليونت الأول أستاذ زين أستاذ شلون يجي بالامتحان؟ طلاب ركزوا وياي هنا إما ذن الكلمات اللي إحنا حليناها باللون الأحمر راح أأشرهن يجيب لي بأعلى التمرين ويقول لي سقط الكلمة من التعريف المناسب لها هاي بنسبة 90% بالمئة. او انتبه لي انا بعض الطلاب يضوجون من هذا الكلام او من الممكن نجيب لي مثل ما هو يعني الكلمات ما ينطيني اياها انت لازم تكتب الكلمات من عندك وهذا نادر ان يجي بنسبه 10% يجي بنسبه 90% يجي على شكل اسقاطات بنسبه 10% يقول لك انت اكتب لي كلمه من عندك فانت لازم حافظ املاء الكلمه على موت تكتبها هذا ما يخص تمرين رقم ثلاثة، هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم، لاحظنا انه درس بسيط جدا في تمرينين مهمات، تمرين تعاريف وتمرين معاكسات ان تمرينين تقريبا اهم تمرينين بهذا الدرس باقي الانشطه انشطه صفيه غير مهمه الامتحان التحرير الامتحان الشفوي بالاضافه الى انطاني تمرين كنشاط صفي محادث محادثتين يطلب من عندنا نكمل الجدول مال الوصف حسب هاي المحادثتين حاولوا تكتبون هاي الحلول بكتاب النشاط وتحفظوها لانها تفيدكم بامتحان الشهر الاول وكذلك نصف السنه وامتحان الفاينل ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حسابات الموجودة في الفيديو بالوصف في